محافظ صلاح الدين يتفقد مراحل الإنجاز المتقدمة في مجسر الدلة، ويؤشر حالة فساد في منح البلديات وموافقات استثمار الأراضي. محافظ صلاح الدين يبحث مع منظمة اليونسكو آليات التعاون لحماية الآثار التاريخية بسامراء وباقي المدن. والسياسيون يتوقعون نجاح مؤتمر الحنانة بتقليل الخلافات بين التيار الصدري والتنسيقي، وتوجه البيت الشيعي لخيار حكومة الأغلبية الانتخابية. وتحالف تقدم يرفض التحالف مع تيار شيعي على حساب الآخر لتشكيل الحكومة، وخبير يؤكد نجاح الكاظمي بمنع انهيار اقتصاد العراق. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. تفقد الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين يرافقه النائب الفني عمار حكمة البلداوي موقع عمل مجسر الدلة وسط مدينة تكريت، واستمع المحافظ لشرح مفصل قدمه المهندس الأقدم عامر منديل المشرف على تنفيذ المشروع، متحدثا عن المراحل المتقدمة التي خلص إليها العمل. وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيتات التي ترافق عمل المشروع وأهمية إنجازه وفق المواصفات العالمية المعتمدة لما يقدمه من تسهيل لحركة السير داخل المدينة. ورافق المحافظ خلال الزيارة مدير بلدية تكريت وعدد من الملاكات الهندسية المختصة. حمل محافظ صلاح الدين الدوائر البلدية المسؤولية المباشرة في تخصيص أراضي استثمارية خارج الضوابط عدها من أبواب الفساد، مؤكدا في اجتماع مع عدد من مدراء الدوائر تصديه المباشر لهذا الخلل الذي دمر الاستثمار الحقيقي بأبواب وطرق مختلفة خارج الضوابط. وقرر المحافظ تشكيل لجنة عليا من دوائر البلديات والتخطيط والإسكان والتسجيل العقاري لسحب إجازات الأراضي من المستثمرين التي مضى عليها أكثر من 6 أشهر ولم تمر عبر الإجراءات القانونية المعمول بها لإنهاء التدخلات السياسية في هذا الملف، مشددا على أن يكون القضاء هو الفيصل للمعترضين، موجها لتوفير 10,000 قطعة أرض سكنية للمواطنين في غضون شهر. وبعكسه تقدم اللجنة المشكلة استقالاتها بما يضمن حقوق المواطنين. الحقيقة الاجتماع اليوم هو يعني اجتماع غير تقليدي، ناخذ به خطوات تهم المواطن بعد أن أشرنا في المرحلة السابقة أنه المواطن هو آخر حلقة ممكن أن تستفيد من إمكانيات الدولة، ودليل على ذلك بأنه الأراضي في صلاح الدين كلها مستباحة للمستثمرين الغير جديين أغلبهم، واللي يقومون بأعمال غير جدية وبتواطؤ مع هيئة الاستثمار التي هي هيئة غير فاعلة ولا تقوم بدورها بشكل صحيح. لاحظنا بأنه البلديات تتعاون مع المستثمرين بشكل كبير جدا بحيث يستطيع أن يحصل على أي رقم أو أي قطعة أرض، وبسهولة بالغة جدا يتم تصديق المخططات ويتم منح السند بأوقات قياسية تعتبر من جانب مفهوم تعبر عن قلة الروتين، ومن جانب آخر تعبر عن منتهى الفساد في الإجراءات الإدارية التي تمنح مستثمرين تسهيل لإجراءاتهم بغض النظر عن كفاءتهم وعن إدراكهم. وعلى هذا الأساس قررنا أنه نبدأ بعملية تغيير شاملة في المحافظة. تغيير هذا راح يشمل أنه اليوم إحنا راح نشكل لجنة، هذا اللجنة بأمر إداري تقوم بتوفير الأراضي للمواطنين وتقوم بسحب كل إجازة مضى عليها 6 أشهر ولم تباشر، سحب أي إجازة لم تمر بالسلسلة القانونية المطلوبة، سحب أي إجازة منحت موافقات غير أصولية، سحب أي إجازة قامت بالمباشرة بدون علم الجهة المالكة، سحب أي إجازة ليس فيها جدوى اقتصادية. لن نترك المحافظة تكون
لعبة بأيدي من أراد أن يستولي على مقدرات المواطنين. عملية سحب الإجازات يجب أن تأخذ مسار سريع جداً، والمتضرر يرجع إلى القضاء. لن ننتظر، لن نخاف من يشتكي. نحن ندرك ونعلم جيداً حجم التواطؤ وحجم الفساد الهائل الموجود في عملية توزيع الأراضي. هذه اللجنة ستشكل اليوم بأمر إداري، وتقوم بتوفير على الأقل، على أقل تقدير خلال فترة شهر، تقوم بتوفير أكثر من 10,000 قطعة. وبخلافه هذه اللجنة المشكلة تقدم استقالتها في حال انتهت المدة ولم تنجز أعمالها. ليس من المنطق أنه القطاع الخاص، مع احترامنا وتقديرنا واعتزازنا واللي نتمنى أن يكون القطاع الخاص بشكل جيد، لكن مع الأسف التسهيلات كلها مدفوعة الثمن، والمواطن الذي لا يدفع لا يحصل على شيء. 10,000 قطعة موجودة هنا وعلى المواطنين، وتصير قرعة شاملة في كل المحافظة، وماكو واحد ياخذ رقم، ولا واحد يجيب رقم، ولا واحد يودي، ولا واحد يجيب، يصير على العلن. محافظة مساحتها 24,000 كيلومتر مربع، عاجزين على أن نطلع قطعة لمواطن؟ لا، نقدر نطلع، والدليل على ذلك أي واحد عنده واسطة يحصل شريط مع القطع، مو قطعة واحدة. فالموضوع هذا غير قابل للنقاش ولا يستثنى منه أحدا. اللجنة ستكون برئاسة رئيس القسم القانوني ومدراء الدوائر البلديات، بلدية تكريت، التخطيط العمراني، الإسكان، عقارات الدولة، الزراعة والتسجيل العقاري، ومكتب المحافظ. إحنا القرارات اللي راح نأخذها هي قرارات من أجل المصلحة العامة، مو من أجل آني أو أجل أي واحد آخر. فلذلك أي شيء تعارض مع المصلحة العامة إحنا ما نعترف به. عندنا منطق وعندنا قانون. يعني اليوم أنت مستثمر جاي ماخذ إجازة من هذه الإجازات، ما كل اللي يكتبونها بالعصر ويوقعونها بعدين من أعضاء مجلس الإدارة، هذه ما اشتريها فلسيا. الإجازات اللي منحت بدون ما تستكمل إجراءاتها، الإجازات اللي منحت وسيطرت على الأراضي وخلتنا إحنا ما نقدر نمنح مواطن قطعة أرض. التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة، أنه أنا أشوف ناس تحال على التقاعد وما حصلت على قطعة أرض، وواحد يجوز عنده خدمة سنتين ويحصل على أحسن قطعة أرض، لأنه بدائرة مؤثرة، لأنه بدائرة مهمة. أما الفقير فما أحد يجيبه بالطاري، ويكون آخر المستفيدين إن لم يكن يطلق عليه من غير المستفيدين. هذا ما يستفيد من الدولة إطلاقاً، لأنه هو وضعه ما يساعد. لكن هذا هو أقل شيء نقدر نقدمه للموظفين. إحنا المفروض هسه واصلين مرحلة نوزع للرعاية الاجتماعية، نوزع للناس اللي محتاجين، نوزع فرد فرصة، فرد مميزة أنه عراقي وممكن أنه يكون عنده يعني فرد شيء يقدر يحس من خلاله بأنه هو أكو دولة، والدولة راعيته ومقدمت له على الأقل هذا الشيء البسيط. قطع الأراضي مال صلاح الدين تحال من بغداد، وتدخل بها أطراف سياسية، وجيب هذا 100 دونم وودي هذا 50 دونم، وإحنا نتفرج والله وزارات تدخل بشغلنا. إحنا ما حد يدخل بشغلنا. كل أرض داخل صلاح الدين إحنا أن الحق نتصرف بها وفق القانون، لأنه إحنا الدستور يقول عندما تختلف الحكومة مع المركز، الحكومة المحلية مع المركز، القرار اللي يمشي هو قرار الحكومة المحلية، فإحنا نعمل ضمن الدستور. لكن هذا الموضوع مهم، وسيؤسس لعملية ديناميكية في عملية التوزيع لا تعتمد على الواسطة والرشوة اللي أهلكون بها المعقبين، وأهلكون بها أصحاب القرار، وأهلكون بها المدراء الفاسدين اللي شيعوا الباطل واستولوا على الأراضي بقرارات فردية. من نجي نبحث بتفاصيلها القانونية اللي راح تلقونها،
راح تلقونها عبارة عن يعني إجراءات ورقية كاذبة. فلذلك أنت مدير بلدية، مدير زراعة، مدير عقارات دولة، مدير بلديات، عندما تشوف أي إجراء مو صحيح وعندما تشوف القطعة يعني محجوزة من أجل المضاربة كلهن اسحبوهن ورجعوهن إلى الجهات اللي هي تملكها. بحث محافظ صلاح الدين مع وفد من منظمة اليونسكو المشاكل التي تعترض المواقع الأثرية في مدينة سامراء التاريخية والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ ممثل منظمة اليونسكو في العراق السفير باولو فونتاني والوفد المرافق له بحضور مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في الهيئة العامة للأثار والتراث الدكتور علي عبيد. وأكد المحافظ أن صلاح الدين تختزن تراثا متميزا من شواهد الحضارة والمعالم التاريخية والثقافية، ما يتطلب تعاونا أوسع لحماية هذا الأرث الحضاري الكبير واستعداد الحكومة المحلية لتنشيط هذا التعاون بما يحفظ صفحة متميزة من تاريخ العراق بمختلف مراحله وشواخصه العريقة. أقام مركز الوثائق والتراث في جامعة تكريت ندوة علمية تحت عنوان توظيف التراث الثقافي المحلي في عملية التطوير الحضري لمدينة تكريت التاريخية. وخلصت الندوة إلى تقديم المقترحات التي تحافظ على هوية المدينة التراثية ومزجها بالتطور الحضري الذي تعيشه. كما تلاحظون أن المواقع الأثرية تعاني ما تعاني من إهمال، من تخريب، من يعني شتى وسائل التخريب. حقيقة كما يعني تلاحظون جميعا ما قام به داعش من تفجير لكثير من المراقد والآثار المهمة في تكريت، لم نلاحظ هناك جهد حقيقي وجهد في إعادة بناء هذه المراقد والمواقع الأثرية. حقيقة في ما موجود في تكريت مواقع مهمة جدا. مدينة تكريت يعني عمقها الحضاري أكثر من 10,000 سنة. للأسف لم نجد هناك ترويض أو تجانس بين الحضارة والتطور الذي تشهده البلدان العالم مع الآثار. الندوة اهتمت بمعالجة أهم القضايا تعرض لها المدينة تكريت، من الآثار الذي حصل خاصة بعد حضور قدوم داعش إلى المدينة وتدمير المعالم الحضارية فيها. خرجت الندوة بالعديد من المقررات والتوصيات على أنه في المستقبل يبدأ العمل على إعادة صياغة وترميم المراقد أو المراكز الأثرية والحضارية في مدينة تكريت. ندوة لمركز الوثائق والتراث في جامعة تكريت المتعلق بالنمط التراثي للمدينة وربطه بالنمط الحضري أيضا اللي تقوم به الآن الإدارة المحلية في مركز محافظة صلاح الدين. حقيقة المحاضرين أغنوا الفكرة بشكل كبير في متعلقات عدة، في توجهات أيضا عدة، منها تسميات المناطق والشوارع والأماكن العامة، بالإضافة إلى ممكن إضافة بعض الطرز المعمارية في بعض المشاريع السكنية، بالإضافة إلى بعض المخطوطات وبعض اللقى الأثرية اللي تحتاج أن يكون هنالك لها محتوى أو متحف في مركز المحافظة. حضرنا اليوم هذه الندوة المهمة التي أقامتها كلية الآداب جامعة تكريت بالتعاون مع مركز الوثائق والتراث في الجامعة، والتي حملت عنوان توظيف الموروث الحضاري في التطوير الحضري لمدينة تكريت التاريخية القديمة. طبعا تضمنت هذه الندوة عدد من المحاور المهمة تقدم بها الباحثون، منها إعادة النظر في تسمية الأماكن السكنية والمدارس والمؤسسات العامة والشوارع بما يتلائم وحجم التراث العريق والعميق للشخصيات التي يعني من أهالي المدينة التي عرفت عبر التاريخ البعيد، وفيهم الكثير من العلماء في تخصصات الفلك والفلسفة والعلوم والآداب. وطبعا للأسف يعني في السنوات
الماضية هذا الموضوع لم يعد يعني من ضمن دائرة اهتمامات الدوائر المختصة. يعني نجد أن أغلب المدارس تسمى بتسميات حديثة أو معاصرة ليس علاقة مثلا لها علاقة بالتراث المعرفي والثقافي لمدينة تكريت. وكذلك تم طرح فكرة إعادة إنشاء المتحف مدينة تكريت الذي يعني تعرض للتدمير عام 2003، واليوم بشرنا السيد مدير ممثلية آثر تكريت عن أن الموافقة حصلت على إنشاء هذا المتحف، ونأمل أن تكون الأمور على خير ما يرام. أزمة المياه تدق ناقوس الخطر بقضاء الدجيل، حيث يحذر المزارعون من استمرار الأزمة دون حلول حكومية، ما يهدد آلاف الدوانم الزراعية بالتصحر في فاتورة ثقيلة يدفع ثمنها المزارعون. وتبقى أزمة المياه وكأنها حرب نفسية تعتمدها الدول المجاورة ضد المزارعين في وقت لم تتحرك الحكومة العراقية بمستوى الأزمة لوضع المعالجات والحلول المناسبة. الزميل فاضل الأنصاري يتحدث بتفاصيل الأزمة في هذا التقرير. أزمة المياه تدق ناقوس الخطر، فالمزارعون بقضاء الدجيلة حذروا من استمرار الأزمة دون حلول حكومية، فآلاف الدوانم الزراعية مهددة بالتصحر وسط حالة من اللامبالاة يدفع فاتورتها المزارعون. احنا مزارعين الدجيل مشكلتنا المياه، مياه ماكو، قاطعين المياه عنا. هاي اراضينا شنا نزرعها خير من الله، وعايشين احنا وعوائلنا بيها، وبساتين وعنب ورمان، زارعين صيفي رقي طماطه خيار بطيخ، كل الامور الصيفيه زارعينها. قطعوا المي شنزرع، حفرنا ابار، الابار تقص الزراعه وتموت، يعني المي مالح. انا بدورنا احنا الناشد دوله رئيس وزراء، انا التفت التفاته ابويه علينا، خلينا ننظر نظره للفلاح، يعني احنا وين نروح؟ ما عندنا غير الله، وهاي القاع اللي صارت جرداء وكل شيء ماكو، لا ما لا مياه لا غيرها ولا اكل ولا شرب. آلاف العوائل تعتمد في معيشتها على الزراعة، أصبحت أراضيها الزراعية مهددة بالإتلاف مع تفاقم أزمة انقطاع المياه وسط مطالبات بحلول حكومية عاجلة تنهي من معاناة المزارعين للحفاظ على القطاع الزراعي الذي يواجه عدة مشاكل. حكومتنا يا أخي، هسه احنا حكوماتنا ما تقدر تتابع المي مالتنا في قضاء الدجيل. هسه احنا فتنا يبست بساتين انتهت، الأخضر انتهت، بلكي يعني يشوفونا شار على هاي شغلات المي، يعني انتهينا فدنا بهذا النهر اللي نشوفه فدنا، يعني ما عدنا مي خلاص، ما عدنا، تبهذلنا تبهذل والله. بساتين هسه الله وكيلك جاي نسقع البزول بالقرآن الشريف، هسه كون اوديك وشوف بعينك جاي نسقع على بزل مي مالح، اسقى الباجله والباجله انتهت ماتت، الله وكيلك ومحمد كفيلك. قطع دجيل على عامة نحن مزارعين، شوف اللي انتهت، يعني عندنا بساتين، شوف اللي انعدمت. احنا ما قاعد نحكي لك على قريبين على اسحاق، نقدر نقول مثلا يوصل بعد بعض الشيء، اما احنا كبعيدين على الاسحاقي، لا بساتين بغت، لا قطاع زراعي مثلا بحنطه، غيرها ما انتهت خلاص. اما انت تحكي لك على 50% المياه المنطينه، 50% 50% انا اقول لك ما يشرب ما تكفي. يعني احنا لا متى نبغى انه والله تركيا سدت علينا المي، فلان سد علينا المي، يعني شلون بهاي الحاله احنا. تبقى أزمة المياه كأنها حرب نفسية تعتمدها الدول المجاورة ضد آلاف المزارعين في وقت لم تتحرك الحكومة بمستوى الأزمة لوضع المعالجات والحلول المناسبة. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل الأنصاري، قضاء دجيل. تعلق قوى في الإطار التنسيقي اهتماما خاصا على مخرجات مؤتمر الحسم في الحنانة الثلاثاء المقبل، بعد نجاح لقاء بغداد في ترطيب الأجواء بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات شيعية في الإطار التنسيقي يتقدمها رئيس تحالف الفتح هادي العامري والقياديان في ائتلاف القوى الوطنية عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى قوى شيعية مستقلة لها ثقلها السياسي بالمرحلة المقبلة. وفيما يتحدث عضو الإطار التنسيقي حمد الموسوي عن ورقة مطالب تتعلق بإصلاح العملية السياسية وتوحيد خطاب البيت الشيعي للمرحلة المقبلة والتوجه للغطاء الوطني الواحد، ترى عضو التحالف مديح الموسوي أن قوى الإطار والتيار لا يمثلان المكون، بل هناك قوى سياسية وشخصيات مستقلة فائزة بالانتخابات لها موقفها في تشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى ذكر وحدة المكون، يقول مراقبون أن نتائج انتخابات تشرين حددت شعبية اللاعبين السياسيين خارج التزكية الطائفية بدليل خسارة ثقيلة لبعض الشخصيات القديمة سواء لدى السنة أو الشيعة أو الكرد، حيث شكلت خسارة الإسلام السياسي تحولا محوريا في مزاجية العراقية، أو ما يطلق عليه المراقبون الخروج من عباءة الطائفية إلى فضاء الليبرالية الذي كان سائدا في العراق قبل 2003. ويصف المراقبون الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بالخروج عن المألوف داخل المكون، وبطريقة مشابهة لما يجري بين قوى التيار السني، حيث لم يتم الاتفاق على رؤية مشتركة لخيارات الحكومة بطريقة مشابهة للمتحقق في الجانب الكردي، موضحين أن الحديث عن توافق طائفي لن يكون منطقيا في المرحلة المقبلة. وكشاهد إضافي على غياب توافق المكون، دخلت مرجعيات دينية في النجف الأشرف على خط تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لزيادة فرص نجاح اجتماع الحنانة، حيث كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر عن وساطة تقوم بها مرجعيات دينية في النجف لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة بين الصدري والتنسيقي. واعترف جعفر بأن الخلاف عميق ولا يمكن تلافيه بسهولة، لا سيما بعد إصرار زعيم التيار الصدري على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر الإطار على إعادة العد والفرز في الانتخابات، ومن ثم الحديث عن تشكيل حكومة شراكة على اعتبار امتلاك الإطار مقاعد مساوية تقريبا للتيار. أكد تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي عدم استعداده لأي تفاهمات مع قوى سياسية شيعية بشكل منفرد بشأن الاتفاق على تشكيل الحكومة أو المناقشة والبرنامج السياسي إلا بعد أن يتم اتفاق القوى السياسية الشيعية على تشكيل الحكومة المقبلة. وقال القيادي بالتحالف عبد الكريم عبدون أن تحالف تقدم يحترم جميع القوى السياسية الشيعية، مطالبا قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري الاستعجال في عقد اللقاءات للوصول إلى مشتركات وتفاهمات حتى يتم الانطلاق بالحوارات للتسريع بتشكيل الحكومة وعقد جلسة الأولى للبرلمان، بالأخص بعد أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بالمصادقة على النتائج. أكد خبراء قانونيون أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى ما بعد حسم هذه الدعوة والدعوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاتحادية، فيما هيأ الفتح الأجواء لقرار متوقع من المحكمة الاتحادية برد دعوى الطعن بالنتائج، وذلك بإعلان موافقته غير المشروطة على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية حتى لو تعرض للظلمة. وتختلف الروايات بخصوص موقف الشركة الألمانية الفاحصة، فالقوى الخاسرة تشير إلى احتجاجها على توقيت الانتخابات، بينما يقول عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن ما يشاع عن الشركة كان ملاحظات قبل الانتخابات، وأن إجراءات الفتح والإغلاق ونقل النتائج ومطابقتها كانت تعمل بصورة صحيحة خلال التصويت العام والخاص. قال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي أنه تم إزدال الستار عن ما كان يخفى من خروقات شابت الانتخابات، وننتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن التلاعب والتزوير في النتائج، متسائلا لماذا تم إخفاء كتاب الشركة الألمانية الفاحصة من قبل المفوضية بشأن عدم الإمكان من إجراء الانتخابات. ومن جانبه كشف الخبير القانوني حيدر الصوفي أن المحكمة الاتحادية وظيفتها النظر بدستورية الإجراءات التي تخص الانتخابات من عدمها، وليس لديها سقف زمني محدد بالنسبة للنظر
والنظر بالطعون. إلى ذلك قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة صادقون محمود الربيعي إن ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أضافت جهازا جديدا أدى لحدوث انقلاب بنتائج الانتخابات، وأن جهات دولية تدخلت بشكل مباشر بالنظام الانتخابي، فيما يسأل مراقبون المفوضية عن موقف المعترضين لو جاءت النتائج بعكس الواقع الحالي. قدم الخبير القانوني طارق حرب خارطة طريق للأطراف الفائزة في الانتخابات بشأن رد الدعوة المقامة من قبل تحالف الفتح بشأن نتائج الانتخابات. وقال حرب في إيضاح قانوني إنه يجوز قانونيا دخول من فاز في الانتخابات كصدريين وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني والآخرين في دعوى إلغاء النتائج الانتخابية المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا كطرف ثالث، بحيث لا يقتصر الوجود في الدعوة وتقديم الأدلة والوثائق على المدعي فقط، وإنما هنالك الجهات الفائزة. وأضاف حرب أن تلك الأطراف الفائزة تتمكن قانونيا بعد دخولها بالدعوة من تقديم الأدلة والوثائق التي تؤيد موقفهم في رد الدعوة، استنادا إلى أحكام قانون المرافعات 83 المعدل وطبقا لتنسيب المحكمة. أكد نائب رئيس العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري أن القوات الاتحادية بدأت بجمع المعلومات الاستخبارية والعمل المشترك مع قوات البيشمركة لإقليم كردستان، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين الطرفين للسيطرة على الهجمات التي تتعرض لها مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين. وأعلنت خلية الإعلام الأمني ووزارة البيشمركة عن تنسيق عسكري لتأمين قرية الهيبان في محافظة كركوك بعد تهديدات لتنظيم داعش باجتياحها، مما تسبب بنزوح الأهالي من منازلهم، في تأكيد على انتشار مشترك لأول مرة في مناطق خارج سيطرة الإقليم. وتقول مصادر أمنية أن أغلب الهجمات الأخيرة ينطلق فيها إرهابيو داعش من سلسلة جبال قرجوق بين محافظة نينوى وكركوك، وهي منطقة وعرة ومناسبة لاختباء الإرهابيين، كما أنها تمثل منطقة فاصلة بين مواقع تمركز القوات العراقية وقوات البيشمركة. أكد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم اتخاذ مجلس الوزراء قرارا لتسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لدعم حركة الاستثمار في العراق. وجاء ذلك على هامش لقاء وزير التخطيط العراقي السفير التركي في بغداد علي رضا غناي لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وسبل تطويرها. وناقش وزير التخطيط مع السفير التركي التعاون المشترك في مجال النقل البري وسكك الحديد من خلال العمل على إنشاء القناة الجافة التي تشمل الطريق السريع وخط سكة الحديد الرابط بين ميناء الفاو والأراضي التركية، إضافة لملف مشاريع المستشفيات المنفذة من قبل الشركات التركية. قال عضو اللجنة المالية النيابية السابق جمال كوجر أن الحكومة الحالية استطاعت من تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي بقرابة 10 مليارات دولار خلال أقل من سنة، رغم أن الخزينة كانت شبه فارغة. وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عانت أزمة مالية، ولكن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كانت هناك انفراجة، وفي موازنة 2022 سيكون العراق قد تجاوز مرحلة العجز الحاد، لكن هذا لا يعني أننا في حالة انتعاش اقتصادي حسب تعبيره. وأوضح كوجر أن الاحتياطي البنكي كان على حافة، وكانت هناك إنذارات للحكومة العراقية بأنه إذا انخفض الاحتياطي البنكي فإن العملة العراقية سوف تفقد قوتها الشرائية، لذلك تم تعزيزها.
بددت وزارة الصحة المخاوف بشأن خطر المتحور الجديد أوميكرون، وقالت المتخصصة بمجال الفيروسات في المختبرات بالوزارة الدكتورة سارة عبد الرحمن الخفاجي إن البلدان التي سجلت حالات إصابة بالمتحور لم تسجل أي حالات وفاة حتى الآن أو حالات تستدعي دخول العناية المركزة أو استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي وبشهادة منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الخفاجي إن أغلب الإصابات ضمن الموقف الوبائي في العراق هي من سلالة دلتا، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة وأخذ اللقاح لتعزيز الجهاز المناعي. أطلقت منظمة الصحة العالمية أكبر حملة للتلقيح في العراق، رصد لها مبلغ 3 ملايين دولار تستهدف تطعيم 40% من الفئة العمرية بغية رفع معدلات التطعيم التي ما زالت دون مستوى الطموح، بينما نصحت بعدم فرض قيود لمواجهة أوميكرون. وقال ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في البلاد أحمد زويتن أن وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية استعدتا لإمكانية دخول متحور جديد أو الموجة الرابعة من الوباء خصوصا بعد حلول فصل الشتاء. وأضاف أنه على الرغم من استقرار المنحنى الوبائي إلا أن المنظمة ووزارة الصحة تسعيا لتقليل عدد الإصابات إلى مستويات أدنى بهذا المتحور من خلال زيادة أعداد الملقحين والوصول إلى نسبة 80% ليكون العراق بمأمن من خطر الوباء. وصف زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم آفة المخدرات بالإرهاب الصامت، داعيا للوقوف طويلا عند إحصائيات التعاطي والترويج التي تعلنها السلطات المختصة. وقال الحكيم في بيان أن إحصائية خطيرة ومخيفة تلك التي أعلنتها مؤخرا وزارة الداخلية عن اعتقال أكثر من 10,000 متعاطٍ أو مروج للمخدرات منذ مطلع العام الماضي. وأضاف ندق ناقوس الخطر عاليا لهذا الخطر الداهم، ونطالب الجهات المعنية اتخاذ خطوات في جادة مدعومة بتشريعات رادعة وإجراءات صحية واجتماعية وتثقيفية واقتصادية وتضافر كبير للجهود لتحجيم الظاهرة المدمرة وصولا للقضاء عليها. كشفت قيادة عمليات بغداد عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية ساهمت بتحقيق استقرار نسبي في مناطق حزام العاصمة. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في حديث صحفي أن هنالك تحديا كبيرا في مناطق حزام بغداد أمام القيادة والقطاعات الأمنية، منها الطبيعة الجغرافية الصعبة إضافة إلى قلة الكثافة السكانية ضمن هذه المناطق التي تكون على شكل قرى مبعثرة، ما يولد الصعوبة في تأمينها وحماية سكانها. وأضاف أن القيادة اتخذت مجموعة من الإجراءات لغرض فرض السيطرة على حزام بغداد الأمني، منها مسك أبراج المراقبة المتواجدة على محيط العاصمة ونصب عدد من الكاميرات الحرارية، فضلا عن تشكيل خلية استخبارية شمال بغداد متكونة من جميع الوكالات الأمنية لغرض تنسيق الجهد الاستخباري وجمع المعلومات عن بقايا عصابات داعش الإرهابي ومعالجة تلك المعلومات بالإجراءات التعبوية. أقام قسم النشاطات الطلابية في جامعة تكريت بطولة الشطرنج بمشاركة 60 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، وتعتبر هذه البطولة تمهيدية للمشاركات التي سوف تكون خارج الجامعة. يقيم قسم النشاطات الطلابية في جامعة تكريت بطولة الشطرنج للطلاب والطالبات بمشاركة تقريبا 16 كلية من الجامعة، وتقام على يومين إن شاء الله، مشاركة كل 3 طلاب من كل كلية. صارت الحمد لله يعني نجحت إن شاء الله البطولة، مشاركة تقريبا أكثر من 40 طالب وتقريبا 20 طالبة. عندنا مشاركات إن شاء الله خارجية، فهذا تكون تنظيم داخلي حتى تهيئ للمشاركات الخارجية. بطولة الشطرنج الثانية وبمشاركة عدد من الكليات لهذا العام ضمن العام الدراسي 2021-2022، ولا تزال هذه الألعاب مستمرة، جولات مستمرة بين منافسي الكليات. مساء
مسابقة الشطرنج في ملاعب كلية الرياضة قسم النشاطات الطلابية، والحمد لله أنا كنت أحد الفائزين اليوم وتأهلت للمرحلة النهائية. طبعا التنظيم أكثر من رائع والحكام جدا رائعين وتساعدين ويانا، اهتمام كبير وتنظيم رائع. الحمد لله بطولة كلش حلوة وجاي نشارك بها وجاي أحقق فوز أنا شخصيا. مشاركة ممتعة وتنطي حافز للطلاب ودعم معنوي أكثر من ما باقي بطولات أو خارجي، يعني مساهمة بين طلاب مشاركة تصير حلوة. أقيمت هذه البطولات من قبل قسم النشاطات الطلابية وذلك لتحفيز الطلبة وجعلهم يخرجون عن نطاق التفكير الاعتيادي فيطورون أنفسهم ويعلون بأفكارهم. تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. نيجير فان بارزاني يعقد اجتماعا خاصا مع قيادات قوات البيشمركة، والانتخابات وتشكيل حكومة والمهاجرين محاورة لقاء رئيس الأقليم مع السفير ماتيلا سيلا، ومسرور بارزاني يبحث مع السفير الفرنسي في العراق الوضع العام والعملية السياسية وهجمات داعش الأخيرة. طحنون بن زايد يلتقي في طهران علي شمخاني لبحث العلاقات وقضايا أقليمية، والحكم على زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي بالسجن 4 سنوات. وفي مهرجان القاهرة السينمائية المصري محمد ممدوح أفضل ممثل، وفيلم المكسيكي يفوز بالهرم الذهبي، ومرسيدس مايباخ S680 فخامة بلا حدود. إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. عقد رئيس أقليم كردستان جيرفان بارزاني اجتماعا خاصا مع قيادات قوات البيشمركة، وقال مصدر في الرئاسة أن رئيس الأقليم بحث مع قادة البيشمركة تهديدات داعش والخطوات التي يجب أن تتخذ بعد الهجمات الأخيرة، وأضاف أن الاجتماع عقد بمشاركة وزيري البيشمركة والداخلية وقيادة عسكرية. وسبق أن حذر بارزاني من أن لهجمات داعش مخاطر حقيقية على أمن واستقرار العراق والمنطقة وحتى على الأمن في العالم، لافتا إلى ضرورة تمتين دعم المجتمع الدولي والتحالف الدولي للعراق وكردستان، وأن يعمل العراق وشركائه بشكل جدي أكبر للتصدي للإرهاب والقضاء عليه. استقبل رئيس أقليم كردستان جيرفان بارزاني ماتيلا سيلا سفير فنلندا الجديد في العراق، وقدم بارزاني في اللقاء تهانيه لسعادة السفير بمناسبة تسلمه مهامه وكذلك بمناسبة عيد الاستقلال الفنلندي، راجيا له ولشعب وحكومة بلده النجاح، مجددا شكر كردستان لفنلندا على مساعدتها ودعمها للأقليم منذ العام 2015 في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش. وأشار السفير إلى أن بلده ينظر باهتمام إلى علاقاته مع العراق وكردستان ويتطلع إلى تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة، مؤكدا أن بلده سيستمر في المساعدة والدعم، وشمل تباحث الانتخابات العراقية وخطوات تشكيل الحكومة العراقية القادمة وحضور ومكانة كردستان في العملية السياسية العراقية ومسألة الهجرة والمهاجرين وأوضاع المنطقة بصورة عامة كونها من أهميات الواقع الحالي. استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالي، وأثناء اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في كردستان جرى التباحث حول الوضع العام والعملية السياسية العراقية بعد الانتخابات النيابية والهجمات والاعتداءات التي يشنها إرهابيو داعش على المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. وأشار بارزاني إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي لإنهاء الهجمات الإرهابية على سكان المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، خاصة وأن جزءا من الهجمات المستمرة على سكان تلك المناطق يهدف إلى إخلائها وإحداث تغيير ديموغرافي فيها. وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش وتحقيق الاستقرار في المناطق التي تواجه تهديدات الإرهابيين.
اجتمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد مع نظيره الإيراني خلال زيارة نادرة لطهران في تحرك دبلوماسي يهدف إلى تجاوز الخلافات القائمة منذ فترة طويلة وزيادة التعاون بين البلدين. وناقش طحنون تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع الأمين العام للمجلس الوطني للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ويقف البلدان على طرفي النقيض من الحرب في اليمن. فالإمارات عضو رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة المعترف بها دوليا ضد مقاتلي الحوثي المتحالفين مع إيران. وفي عام 2019 بدأت الإمارات التواصل مع إيران في أعقاب هجمات على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات. وقال محللون أن طهران لا تستطيع تحمل خسارة دبي كمنفذ تجاري خاصة، وأن العقوبات الأمريكية خفضت صادراتها النفطية بشكل كبير وزادت من تعقيد مشاركتها في التجارة الدولية. أصدرت محكمة في ميانمار حكما بالسجن 4 سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بمعارضة جيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد-19 وفق ما أفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها. كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين مينت 4 سنوات بالتهم ذاتها وفق المصدر الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فورا، وأكد أنهما سيواجهان اتهامات أخرى في العاصمة بيداو حيث يوجدان حاليا. واعتقلت سوتشي البالغة 76 عاما منذ أطاح جنرالات بحكومتها في الأول من شباط فبراير من العام الجاري، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديمقراطية القصيرة. وأضافت المجموعة العسكرية منذ ذلك الوقت سلسلة اتهامات إليها تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تسجن الزعيمة الحائزة على نوبل للسلام لعقود في حال إدانتها بجميع هذه التهم. أغرق كسوف كلي للشمس المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا في ظلام دامس في مشهد نادر شاهده قلة من العلماء ومحبي الظواهر الفلكية ومعهم عدد لا يحصى من طيور البطريق. وتحدث ظواهر كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض عاكسا ظله على الأرض. وليكون الكسوف كليا يجب أن تصبح الأرض والقمر والشمس على خط متوازن، ولم يكن بالإمكان رؤية الكسوف كليا سوى في أنتاركتيكا، مما أثار حماسة مجموعة صغيرة من العلماء والخبراء ومحبي المغامرات الذين دفعوا حوالي 40,000 دولار للتمتع بهذا الامتياز. وحصل آخر كسوف كلي للشمس في أنتاركتيكا في 23 نوفمبر تشرين الثاني في 2003، فيما الظاهرة الفلكية المقبلة من هذا النوع ستحصل في العام 2039. أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ختام دورته 43 نتائج جوائز المسابقة الدولية، وقد فاز بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم عمل روائي من المكسيك وبولندا بعنوان الثقب في السياج. أما جائزة الهرم الفضي فقد ذهبت إلى فيلم جسد ضئيل. وفاز فيلم انطوائيون بجائزة الهرم البرونزي، وهي جائزة تمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني. وفاز الفنان المصري محمد ممدوح بجائزة
أفضل ممثل عن دوره في فيلم أبو صدامة، وفازت سوامي روتولو بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم كيارا، كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى لورا ساماني مخرجة فيلم جسد ضئيل، وفاز الفيلم الروائي 107 أمهات والذي عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج بيتر كريكيس وإنتاج جمهورية التشيك وأوكرانيا ومدته 93 دقيقة، بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو. وفاز خوسيه إنجل أليون بجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني عن تصوير فيلم إنهم يحملون الموت الذي شارك ضمن منافسة المسابقة الدولية. I've never been in this extraordinarily beautiful hall. عن جد شكرا لجمهور مصر، عن جد كل شيء. طبعا تحيه كبيره للاستاذ سمير فريد، واول فيلم اللي طرحناه اليوم موجود في مهرجان التعالى الدولي في المنطقه الدوليه. كل سنه وحضراتكم طيبين. الحقيقه الوقوف على المسرح ده له رهبه خاصه واحساس. كشفت شركة مرسيدس النقاب عن سيارتها مايباخ 680-2022 الفاخرة في بيان صحفي حول الذكرى المئوية لعلامتها التجارية الراقية، لتتفرد عن رفقائها في مجموعة اس كلاس ولتكون الأفخم والأقوى في المجموعة، وهي بمحرك ذو 12 اسطوانة وبقوة 604 حصان وبعزم دوران يصل إلى 1000 نيوتن على متر. وتأتي السيارة مع دفع كلي للعجلات لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان ونصف الثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة. ويغطي جلد نابا معظم أنحاء المقصورة الداخلية بدءا من لوحات القيادة والمقاعد وحتى واقية الشمس، بالإضافة إلى تزويد المقاعد بتقنيات المساج الذكية. ويمكن التحكم في بعض أقسام السيارة عن بعد عن طريق تحريك اليد في الهواء بكل سلاسة وببساطة، مثل فتح وإغلاق فتحة السقف عن طريق تحريك اليد في الهواء. وسيبدأ طرح السيارة في الأسواق العالمية بداية عام 2022 بسعر يبدأ من 185,950 دولاراً. تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يتفقد مراحل الإنجاز المتقدمة في مجسر الدلة، ويؤشر حالة فساد في منح البلديات وموافقات استثمار الأراضي. محافظ صلاح الدين يبحث مع منظمة اليونسكو آليات التعاون لحماية الآثار التاريخية بسامراء وباقي المدن. وسياسيون يتوقعون نجاح مؤتمر الحنانة بتقليل الخلافات بين التيار الصدري والتنسيقي، وتوجه البيت الشيعي لخيار حكومة الأغلبية الانتخابية. وتحالف تقدم يرفض التحالف مع تيار شيعي على حساب الآخر لتشكيل الحكومة، وخبير يؤكد نجاح الكاظمي بمنع انهيار اقتصاد العراق. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.